ما حكم قول ورب الكعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك وأحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، كما أحيي إخواني المستمعين والمشاهدين من إخوة وأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الإجابة على هذا السؤال وهو قول ورب الكعبة. هذا هو من رب الكعبة؟ أليس هو الله سبحانه؟ فإذا هذا الحلف بالله، وطالما أن الحلف بالله فهذا على كل حال حلف يمين صحيحة، وعلى كل حال يعني نفس إذا على كل حال وجد حنث يمين من الحالف بهذا الحلف فعليه كفارة يمين، وأما إن وفى بيمينه فالحمد لله وله أجر اليمين، لأن الحلف بالله نوع من العبادات، والعبادة الله سبحانه وتعالى يثيب لها عباده إذا كانت صالحة، ومعنى صالحة أي خالصة لله سبحانه وتعالى، موافقة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.